يدخل الزاني إلى الواجهة مرة أخرى، ما الجدوى بذلك من جيوش من المنظمات الدولية والأطنان من التقارير السنوية والدورية حول العالم؟ ولماذا تحولت أرواح الناس إلى سلع بضائعية في أسواق السياسة ولدى تجار الحروب دون أي رادع ودون أي وازع؟ هذا المحور ما فيه بالعربي. أهلا بكم. أهلا بك مرة أخرى، أنت أيضا عضو المنظمة الفكرية للحوار من أجل السلام التي مقرها بغداد، وأيضا عضو المنهج الوسط، أيضا هذه المنظمة مقرها بغداد، وأنت ممثل هذه المنظمة في بروكسل. أهلا بك مرة أخرى. مركز المنهج الوسطي أنا ممثلهم في بروكسل. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. لو أبدأ معك من مقولة تقول إن الإنسان بطل سلبي أو إيجابي في رواية حياته، ولكل إنسان روايته الخاصة به، ولمحمد الشمري روايته الخاصة به قبل أن يغادر العراق، حدثت معك ما حدث وثم غادرت العراق، ماذا حصل معك؟ وهنا نتحدث عن صيرورة حقوق الإنسان. نعم، طبعا شرف في هذا اللقاء أستاذ كريم. أنا في العراق بدأت في نشاطي المدني، نشاط حقوق الإنسان، مدافع عن حقوق الإنسان منذ دخول الاحتلال للعراق وإلى أن خرجت من العراق بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت علي بعد اختطافي من ساحة التحرير سنة 2015. كنت أنا مناهض ضد الانتهاكات، داعي بحقوق الإنسان كافة للعراقيين، وتعرضت للاختطاف من قبل الميليشيات العاملة مع الأحزاب الإسلامية في العراق. تعرف العراق انملأ ميليشيات تقودها الأحزاب الإسلامية بعد غزو العراق، وهذه الميليشيات يعني بدون مواربة كونتها إيران وأذرع هي لإيران وبعض دول المنطقة. فحدث معي في 2015 اعتقال، يعني اختطاف بالضبط، مع وجود يعني كان وجود هناك سيطرات عسكرية، ولكن دخلت هذه الميليشيات من ساحة التحرير واختطفتني إلى 3 أيام من التعذيب، ونشر على قناة بغداد والشرقية والرافدين هذا الاختطاف، كوني ناشط مدني بعنوان اختطاف الناشط المدني محمد الشمري من ساحة التحرير. يعني تفضل. بعدها خرجنا من الاختطاف بدفع دية، وخرجت على الفور يعني بعد إدخالي المستشفى أهلي وترتيب وضعي الصحي إلى أن خرجت إلى أوروبا. وصلت إلى أوروبا، عند وصولي إلى أوروبا البلجيكا بسبب الاختطاف تعرض جسمي إلى تعذيب، بسبب التعذيب بالدريلات وغير ذلك، إلى عمليتين في مستشفى بروغمان في بروكسل وبستوني في المقاطعة الولونية بسبب هذا التعذيب. طيب، يعني سبب الملاحقة والاختطاف عندما كنت في العراق، شو الأسباب؟ يعني شو كانت مطالبك؟ يعني مطالبنا في إحقاق حقوق الإنسان، دفع الميليشيات من العراق، إخراج هذه الميليشيات. كنا هو المدافع عن حقوق الإنسان، أكثر المدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون أما إلى الخطف والقتل والتعذيب أو التغييب. الذي يخوف الميليشيات هم المدافعون عن حقوق الإنسان، الذي يدافع عن كافة الطوائف بتجرد تام، ويدافع عن هذا الإعلان العالمي الذي أعطى الحق لكل البشرية بأن يطبق هذا الإعلان العالمي في بلدانهم. طيب، تقول أن الميليشيات لاحقتك واختطفتك، لكن هناك سلطات عراقية، هناك حكومة عراقية، يعني كيف يمكن السلطة؟ أقطع كلامك. السلطة للميليشيات والقضاء الفاسد والأحزاب الإسلامية، السلطة لا وجود لها. الآن الوضع العراقي من يقرر؟ كم فترة مضت على الانتخابات العراقية؟ من يقرر القضية في العراق؟ هي إيران أو العالم الغربي، ناهيك هذا التجاذب.
أنت قلت جيوش من المنظمات، أطنان من التقارير السنوية. أتعلم يا سيدي في فرنسا 6 ملايين منظمة عاملة من قسم كبير منها في حقوق الإنسان؟ هذا جرد دولي وناهيك، هذه فرنسا التي انطلق من عندها ثورة، الثورة الفرنسية، وتأسس منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. نعم. والذي أعلن في باريس هذا سنة 1948، 10 ديسمبر 1948، من باريس. هذه المنظمات تعطي هذه الأطنان، ونحن أيضا معها وجميع المنظمات العاملة في قضايا حقوق الإنسان، ولكن المجتمع الدولي لقضايا سياسية يغض النظر من أجل مصالحه، فترى الشعوب تحترق. سنأتي إلى ذلك، لكن يعني هذا التقصير في الدفاع عن حقوق الإنسان ووضع حد للانتهاكات التي تصير وتحدث ليس فقط في كل بقاع العالم، يعني خليني أقول، يعني من المسؤول؟ من وراء ذلك؟ هل هم أساسا كما قلت وأنت اتهمت المجتمع الدولي بتسييس حقوق الإنسان، أم هو الإعلام أيضا ربما، يعني إذا ما تحدثنا عن بعض وسائل الإعلام التي تكيل بمكيالين وبالتالي تسعى إلى تبرير بعض الانتهاكات أو إخفاء هذه الانتهاكات؟ نعم، أول مرة نأتي للإعلام. الإعلام يوجد إعلام منصف مهني يظهر للمجتمع الدولي هذه الانتهاكات وما حدث في حي التضامن. المجتمع الدولي لا يعرف بهذه الانتهاكات سابقا؟ يوجد له أعين ويوجد له، تصل له التقارير بهذه الانتهاكات الموجودة في سوريا بمرأة أمام الإعلام العالمي، والناشطين في حقوق الإنسان ينقلون هذه الفوضى العارمة، هذه الانتهاكات بصورة دقيقة. ولكن نقول السياسة الدولية قد أغمضت عينها وفتحت عين أخرى على مصالحها، فانتهت. عندما أعلن قانون أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر 1948، قالت ألينور روزفلت، ماذا قالت في نهاية الديباجة؟ قالت هذا يبقى الإعلان حبرا على ورق إذا لم يطبق، تطبقه الدول الموقعة عليه. وهذا الإعلان العالمي ملزم لكل الدول الموقعة عليه، فترى هناك انتهاكات صارخة، وأيضا هناك مضايقات للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان. بعض الأحيان المنظمات لم تقدر أن تصل لمناطق النزاع، تصل بواسطة الناشطين الحقوقيين في حقوق الإنسان مثلي ومثل غيري اللي في مناطق النزاع. الغرب أو المنظمات الدولية لا تقذف بالتابعين لها في لهوات الحرب، إنما تستقصي هذه الحقائق من الناشطين في داخل تلك الدول. تجد هناك انتهاكات صارخة في العراق، في سوريا. العراق بكل طوائفه منتهكة حقوقه، سوريا بكل طوائفه منتهكة حقوقها. يعني احنا عندما نتكلم الشعب الإيراني بطوائفه وقومياته منتهك حقوقها، هذا ما يعلم به المجتمع الدولي؟ لا يعلم المجتمع الدولي. طيب، ولكن لمصالح. ما هي حيثيات، ما هي خلفيات من وراء كل هذه الانتهاكات عبر محورين رئيسيين، السياسة والإعلام؟ وأنت تحدثت عن الإعلام المهني، وهل نعم. برأيك يوجد إعلام مهني اليوم في العالم؟ يعني إعلام حيادي مطلق؟ لو خليت كما يقال، لو خليت قلبت. لا، هناك إعلام محايد، ولكن الإعلام المتغلب على المشهد هو الإعلام اللي مدفوع له من المأجور، من الجهات السياسية اللي تغلب مصلحتها على حقوق الإنسان. هل نضرب لك مثلا في أمثال في انتهاكات حقوق الإنسان؟ في العراق موجود مكتب للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. هذا المكتب ماذا يعمل؟
يوثق في قضايا حقوق الإنسان، في انتهاكات حقوق الإنسان، في ترسيخ أيضا قوانين حقوق الإنسان مع منظمات مجتمع مدني، في فتح دورات، ولكن هناك انتهاكات داخل العراق موجودة. تجد أن المجتمع الدولي يعلم بهذا وتصل له التقارير، ولكن لا يتخذ إجراء بهذا. مثلا في عندنا في المادة اللي 18 يقول لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه ومعتقده. تتحدث عن إعلان العالمي، هذا يحق من الحريات اللي منحت لجميع البشر. هذه المادة اللي 18 اللي تتكلم عن فكر وعن حرية التعبير. في رمضان الشباب عبروا عن رأيهم بنقل رواية ما حدث من مع أتباع الصرخ الحسني، قالوا هذه رواية من كتبكم يعبر عن رأيه. هذه المادة أمام الإعلام، الإعلام أمامكم تضمن حرية التعبير. أنا أخذت مثال بسيط، وإذا هدم لهم 40 جامع وسجنوا، تأتي لهذه القضية الأخرى في نقطة الحكم والقضاء بدون أي مادة قانونية أو أي مبرر قانوني. سجنوا كم سجنوا؟ 2 مع الحبس الشديد بدون أي مبرر، هو عبر عن رأيه. هذا في جهة. تجد في سوريا تجد الطوائف كثيرة، الأكراد ألم تملأ بهم الأرض في النظام السابق مقابر جماعية أو تغيير ديموغرافي؟ قصدك في العراق؟ في العراق. نعم. في العراق سابقا لربما ينتقدين، يعني تشن هجمة ضدي في عندما تتكلم بصراحة بصراحة، وأنا أتكلم بصراحة وبتجرد. الذي يستلم ملف حقوق الإنسان عليه أن يتكلم بكل تجرد ومهنية وصراحة أمام الإعلام. ماذا يحدث لكل الطوائف؟ هذا ينقله للمجتمع الدولي، ينقله للأمم المتحدة، يحاول أن يصل هذا. الأيزيديين انتهكت حقوقهم، شردوا، طردوا، بيعوا من سبب منظمات إرهابية. هذه الحروب المختلقة اللي موجودة في المنطقة، هذا هل السياسة الدولية أو الدول الكبرى لم تعلم بذلك؟ لا، على يقين هي تعلم بهذا، ولكن قضايا حقوق الإنسان هناك مغلولة مكبلة، وإن وجدت منظمات حقوق إنسان تابعة للدولة فهي تسير على ما تسير به الدولة من نهج، ما تخالف، ما تخرج، عندما تخرج يقصى. الدولة ماذا تفعل؟ ماذا تطبق معها؟ بغير ما نشاهده في الآن في أوروبا، المنظمات لها الباع الأكبر في حرية الرأي، توصل هذا الرأي للمجتمع الدولي. الحكومة لا تدخل هنا، لا تتدخل في قضايا حقوق الإنسان ما تقوم به المنظمات الدولية في أوروبا، بينما هناك تجد أساسة هم المسيطرين على المشهد الموجود المحلي، وكذلك رجال الدين الذين يسندون هؤلاء بفتاوى باطلة، بفكر باطل ينتهك حقوق الإنسان. رجال الدين الذين هم نهجهم الباطل كما يقال، يعني الدجالين من رجال الدين الذين يحملون الفكر المتطرف الراديكالي الإسلامي الراديكالي بشقيه بوجود هؤلاء رجال الدين. طيب. يعني حاليا انت طبعا انت من العراق. نعم. هل تتوقع، يعني هل هناك ربما بصيص امل بحسب ما انت سردت وضع حقوق الانسان في العراق؟ نعم. لانه وضع كارثي يعني حسب ما فهمت. نعم. وبالتالي هل تتوقع يعني بصيص امل من التشكيله السياسيه الحكوميه الجديده في سده الحكم، ربما ان تحدث نقله معينه في اتجاه تحسين سجل حقوق الانسان؟ أنا في قضايا السياسية صحيح ما أتدخل، ولكن من حكم العراق من 2003 ولحد الآن لم نرى منهم الخير أبدا، لأنهم تابعين إلى أجندات خارجية يعملون. لا أرى بصيص من الأمل في هذه القضية، ولكن أرى بصيص الأمل من
مقالة أو مقولة وهي ما ضاع حق وراءه مطالب. ما دام الشعوب، ما دام المدافعين عن حقوق الإنسان يعملون هذا، لربما نوصل هذه الانتهاكات ونطالب بحقوق مجتمعاتنا وشعوبنا. هذا البصيص الأمل. وإنما البصيص الأمل في القضية السياسية، في الحكم السياسي، في رجال اللي حكموا العراق، لا يوجد أي بصيص أمل. لو أبقى معك في العراق، ولكن الحديث عن انتهاكات من نوع آخر، من طراز آخر، وهو الانتهاكات عبر الحدود. وهنا إشارة إلى عمليات القصف التركي للأراضي العراقية، سواء في إقليم كردستان أو في الأراضي العراقية خارج الإقليم. أين الحكومة العراقية من كل ذلك؟ وأين كانت طوال هذه الأشهر الطويلة الثقيلة على المدنيين والأبرياء نتيجة أعمال القصف؟ وخاصة أن الموقف السياسي للحكومة كان موقفا هزيلا جدا يعني، وربما طرح أكثر من سؤال يعني، ربما هناك ما جرى ما بين الأبواب المغلقة بين بغداد وأنقرة. نعم، أنت قلت في خضم سؤالك الموقف الهزيل من الحكومة. نحن كشعب عراقي، كمدافعين عن حقوق الإنسان، نرفض وبشدة كل تدخل أجنبي، من كان من تركيا، من إيران، من بقية الدول الإقليمية في الشأن العراقي وعلى الأرض العراقية. نرفض أي تواجد، أي تواجد من هذه القوات، إن كانت تركية، إن كانت ميليشيات إيرانية، إن كانت أي تابعة لأي جهة، ما نرفض تواجدها في العراق. ويجب أن يكون العراق للعراقيين الشرفاء الأكاديميين. هل يعني انتهى العراق من وجود أكاديميين وطنيين، ناس رجال وطنيين يغيروا هذا الوضع السياسي والانتهاكات حقوق الإنسان والوضع المزري للشعب العراقي بكافة طوائفه؟ لم يخلق. ولكن السياسة الدولية وضعتنا، أوصلت هذا البلد إلى هذا الحال، السياسة الدولية. والملام الأول هو أمريكا باحتلالها للعراق. هنا وضعنا عند احتلالنا في احتلال العراق من قبل أمريكا، وضعنا تحت البند السابع. عند البند السابع على المحتل أن يحفظ حياة الناس وحقوقهم. ماذا فعل المحتل في العراق؟ انتهاك صارخ، آلاف الانتهاكات سجلت على القوات المحتلة. بعدها الحكومة العراقية التي شكلت من في قضية برايمر ودولة برايمر والدستور العراقي، وضع لا وجود له في معيار حقوق الإنسان مع هذه الانتهاكات الصارخة الواضحة اللي أريقت الدماء وسببها نازحين، 2 مليون نازح من العراقيين. الآن منذ النزوح من هذه، من ضمن انتهاكات حقوق الإنسان، النازحين في شمال العراق، في شمال سوريا، في المخيمات، صار أكثر من 8 سنوات أو أكثر في المخيمات. المجتمع الدولي ألا ينظر لهؤلاء؟ هذا نضعه أمام أنظار المجتمع الدولي. طيب، في هذا السياق أيضا، يعني فيما لو افترضنا بأن طائرة ورقية عراقية اخترقت الحدود التركية مثلا، يعني لا أحد يختلف على هذا الرأي بأن أنقرة كانت تهتزي رجل. نعم. وبالتالي بلد تنتهك سيادته من قبل دولة أخرى، والحكومة صامتة، والأحزاب يعني الإعلان يعني واضح. نعم، الصمت يعني لو لكانت اهتزت تركيا، لو كان تدخل من العراق طائرة ورقية كما قلت باتجاه إيران لاهتزت إيران، لقلبت الجو على العراق. ولكن هذا التدخل الصارخ من قصف تركي، من قصف إيراني في شمال العراق، في جنوب العراق، من عمليات إرهابية موجودة من قبل منظمات تابعة لإيران ولتركيا، من ميليشيات تابعة للطرفين وميليشيات أخرى تابعة لدول أخرى تعمل في الأراضي العراقية، هذا كله انتهاكات لاهتز العالم. ولكن عندما يقع الانتهاك على العراقيين البسطاء، تجد
لا يحرك أي ساكن. والانتهاكات ليس فقط في القتل والقصف، انتهاكات في شقيه في الإعلان العالمي، في يعني الأمور الاقتصادية والسياسية يعني والاجتماعية. طيب يعني هنا نحن نتحدث ليس فقط عن حقوق الإنسان، وإنما نتحدث عن كرامة الإنسان. يعني بلد عربي ينتهك، تنتهك سيادته، وعلى غرار سوريا أيضا تنتهك سيادتها من قبل تركيا أيضا. يعني هناك صمت عربي. لو أنتقل معك إلى الموقف العربي الآن، يعني العرب كلهم يرون بأن هذه الدولة العربية تنتهك سيادتها وتلك الدولة العربية تنتهك سيادتها، ولا أحد يحرك شيء يا رجل. يعني ما هذه المهانة التي يعيشها البعض على الخارطة العالمية في هذا الزمن؟ نحن نطلب يعني من الأنظمة العربية اللي غضت النظر لهذه السنوات الكثيرة عن الوضع العراقي أن يوحدوا، وعن الوضع السوري وعن الوضع اليمني أن يوحدوا رؤيتهم وصوتهم وموقفهم أمام هذه الانتهاكات. هم يتحملون هذه المسؤولية الأخلاقية الإنسانية العربية القومية بكل ما تحمل من مفردات ومعاني، يتحملون هذه المسؤولية بالوقوف مع هذه الشعوب المنتهكة كرامتها. أنت قلت الكرامة، أول بند في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو حفظ الكرامة الإنسانية للشخص وللشعوب كافة. ينص الإعلان العالمي يولد الناس أحرارا متساوون في الكرامة والحقوق، ضمن الكرامة. وقبل هذا كل الدساتير والأديان السماوية كفلت ضمانة وحثت على كرامة الإنسان، وهذه الدول الإسلامية العربية عليها أن تنظر لهذه المسألة بشق ديني وبشق قومي عربي إقليمي، تحفظ كرامتك. لربما استمر هذا الوضع وأنت تجد هذه الانتهاكات الموجودة بعض الأحيان، السعودية يصلها الرشق الإيراني من عبر الحوثيين، هذا لا يعد انتهاك. فإذا علينا جميعا كإنسانين كشعوب كدول عربية أن نقف ونحفظ كرامتنا أمام هذه الانتهاكات، ونسترد عزتنا وكرامتنا ونمنع هذه الانتهاكات، ونقول يبقى العراق للعراقيين جميعا، لا نريد أحد يتدخل به. يعني هذا ما تقوله شيء جميل، ولكنه من باب التمنيات. اسمح لي، يعني ما المطلوب عمليا يعني برأيك؟ موقف عربي موحد أمام هذه الانتهاكات صارخ، قطع علاقات. يعني أن أنت عندما تريد أن تنفذ شيء، كل من ينتهك العراق عليه قطع علاقاته، غلق سفاراتهم، عدم التعاون أو الشراء لسلعهم. العراق البضاعة الموجودة في الأسواق إيرانية تركية، هذا قضية اقتصادية، هذا غزو اقتصادي للعراق، بالإضافة إلى غزو من نوع آخر لهذه الانتهاكات، المخدرات. الأمم المتحدة في تقريرها السنوي لعام 2020 تقول إن الشباب العراقي 50% قد تعاطى المخدرات. هذا في موقع الأمم المتحدة الرسمي. من أين أتت هذه المخدرات؟ تجدها من الجارة إيران، بواسطة منه هذه الميليشيات، هذه الأحزاب، هذه ملايين من الحبوب تدخل. هذا انتهاك صارخ للبشرية، للجنس البشري، للسنخ البشري. ألا تحافظون على السنخ البشري؟ هذا من واجبات المجتمع الدولي، هذه أن تقام حرب ضد هذه الانتهاكات. طيب دعني أنتقل معك من العراق إلى سوريا. سوريا بلد مشتعل منذ أكثر من 10 سنوات وأنت تعلم ذلك. نعم. وحجم الانتهاكات فيها ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ولا أين المساءلة؟ أين المحاسبة القضائية وغير القضائية؟ ومقابل ذلك ليس هناك إلا مقايضات تجري على الأرض السورية لأجل مصالح هذه الدولة أو تلك، هذه الفئة أو تلك يعني. نعم، أنت ذكرت في هذا خضم سؤالك، حقيقة هي مقايضات مصالح سوريا. الجرائم الموجودة فيها ترقى إلى بل هي جرائم حرب.
يجب على المجتمع الدولي محاسبة من قام بهذه الجرائم. في آخر ما نشر في الإعلام وعلى مرأة العالم هو حي التضامن. حي التضامن جريمة حرب. هذا ناهيك عن آلاف المعتقلين من النساء والأطفال والشيوخ والشباب في سجون هذا النظام. من المتدخل في هذه القضية؟ تجد إيران، تجد روسيا، تجد أمريكا. هذا الصراع المصالح غطى ماذا غطى؟ غطى هذه الانتهاكات، وعليه على المجتمع الدولي أن يصحى ضميرا. يعني هناك ربما يبدو هناك تسويق في اتجاه واحد إعلاميا وسياسيا. يعني في أي بلد، ليس في سوريا فقط، الموقف مسيس. نعم. مما يحدث في هذا البلد ومن الجرائم التي ترتكب. يعني هناك تسويق ضمن خط واحد، بحيث أنه لم ينتقد أحد مثلا جرائم الحرب التي انتهكتها تركيا والميليشيات التابعة لها في 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 شمال شرق سوريا وفي شمال سوريا. هذه الانتهاكات سيد الفاضل، أنا أضرب لك مثل. هذه الانتهاكات بقوتها بوجودها على أرض الواقع التي تقع على شعوبنا في شمال سوريا، في شمال العراق، في وسط العراق، في جنوب العراق، في اليمن، المجتمع الدولي لم يحرك ما حركه أمام انتهاك روسيا أوكرانيا. لو فعل المجتمع الدولي ووقف مع الشعوب المنتهكة لا يوجد هناك انتهاكات ولا يوجد تدخل ولا وقفت هذه. ولكن ما يجرئ هذه الدول سكوت المجتمع الدولي. المجتمع الدولي سكوت المجتمع الدولي والمصالح التي تربطهم. بينما انظر من الشق الآخر، من الباب الآخر، انظر ماذا فعلوا لأوكرانيا، ونحن نقف ضد التدخل والاجتياح الروسي للشعب الأوكراني. يعني هذا الشعب الأوكراني ملأ أوروبا تهجير وقتل، هذا أمام الأوروبيين، ولكن كل دول أوروبا وقفت. أنا أقول للمجتمع الدولي أنتم تقفون هنا، لابد عليكم توازنون الميزان في النظر لحقوق الإنسان بأن تقفوا مع هذه الشعوب في المنطقة العربية. يعني لاحظ الموقف الأوروبي مما قامت به تركيا ويعني المجاميع الإرهابية التابعة لتركيا في مناطق سورية، من احتلالات ومن تغييرات ديموغرافية ومن تشريد، عملية تشريد الملايين، يعني عشرات الآلاف إن لم أقل مئات الآلاف يعني من أراضيهم ومن ممتلكاتهم إلى آخر ما هنالك. الموقف الأوروبي يعني بدل أن يضغط على تركيا يكافئ تركيا من جهة أخرى في المقابل، وهو جزء من موقف الدولي مثل ما قلت قبل شوي. يعني أنا قلت لك سياسة مصالح. نعم. سياسة مصالح، سياسة غاز ونفط، مصالح، مصالح موجودة في هذه الأراضي تابعة لهذه الدول، تطمع في هذه المنطقة وتجد تسلط هذه الدولة تغض النظر. العراق لماذا اجتياح العراق؟ بسبب بأن هناك أسلحة دمار شامل. لم تجد فرق التفتيش الدولية أسلحة دمار شامل. الآن إيران تصنع القنبلة النووية، ماذا المجتمع الدولي يذهب للمفاوضة مع إيران بدلا أن يقف ضد إيران ويقمعها أو يقف بوجهها بعدم امتلاك القنبلة الذرية. إيران الآن بعدم امتلاك القنبلة الذرية فعلت ما فعلت، فكيف إذا امتلكت القنبلة الذرية؟ وهذا الموقف مع تركيا، مع بقية الدول، هذا المجتمع الدولي هو هذه السياسة. نقول عليها الواجهة التي تمثل المجتمع الدولي في قضايا حقوق الإنسان هي مجلس حقوق الإنسان في جنيف. نعم. الكثيرون يرون بأن مجلس حقوق الإنسان في جنيف هي مجرد قطعة ديكور، كأي قطعة ديكور أخرى من ديكورات الأمم المتحدة التي يقول الكثير من الخبراء بأنها مؤسسة فاشلة، منظمة فاشلة، لم تتمكن من حل أي قضية صراع على الساحة الدولية، وبالتالي مجلس حقوق الإنسان تحول أيضا إلى مجرد شكل متحفي بمعنى. يعني
ما الذي يمكن أن يقوم به مجلس حقوق الإنسان في هذا الإطار إذا ما تحدثنا عن انتهاكات حقوق الإنسان من الزاوية الدولية؟ من الزاوية الدولية على كل الدول الموقعة في صكوكها الموجودة في الأمم المتحدة على قانون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عليها أن تقف موقفا مشرفا في تطبيق الإعلان العالمي. أنت قلت ديكور الموجود حاليا، ولكن السياسة الدولية تغلبت على هذه المنظمة، صار الصراع سياسي في العالم. المنظمة موجودة والمنظمة تعمل وتطرح، ولكن كما قلت في البدء قالت روزفلت يبقى هذا الإعلان حبرا على ورق إن لم يطبق من قبل المجتمع الدولي. هذا اللي الرد طيب على هذا السؤال. تأكيدا على كلامك سأورد لك ما قاله المندوب الدائم للصين في الأمم المتحدة خلال الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إنه أصبح أي المجلس أصبح مسيسا وتصادميا ومجمعا للمعلومات المضللة من جهة. نعم. إحدى منظمات حقوق الإنسان العربية تقول بأن مجلس حقوق الإنسان تحول إلى مكان للتراشق السياسي وأصبحت السياسة تتحكم في ملفات حقوق الإنسان. تأكيد على كلام. نعم. ولكن يعني ماذا تقرأ في هذا التوصيف ومن ثم ما هو المخرج؟ المخرج على الأمم المتحدة أن تبتعد عن السياسة الدولية، أن لا تدخل المجتمع الدولي الدول الكبرى بأن تستخدم هذا المجلس الذي أقر فيه الإعلان العالمي كسياسة مناهضة لمصالحها. بعض الأحيان تناهض هذه الدولة تستخدم الفيتو أو لربما التقارير ضد تحرك، لربما يوجد شيء آخر. سيدي الفاضل، الدول الكبرى عندما تريد تشن حرب، وهذا إسنادا لهذا السؤال، تحرك ملفات حقوق الإنسان ضد هذه الدولة وتقول هذه الدولة وهذا النظام، هذا النظام منتهك لحقوق الإنسان، ومن خلال هذه التقارير ومن هذه القرارات تجيش الجيوش. إذن على الأمم المتحدة الابتعاد والإنصاف والتجرد والتطبيق القانون الدولي الذي أقر في سنة 1948، وهذا آلاف من الشعوب ناضلت في سبيل هذا الإقرار العالمي. طيب، تقارير تقول بأن انتهاكات حقوق الإنسان تتمفصل وهي جزء لا يتجزأ من منظومة الفساد، أينما يكون الفساد تكون هناك انتهاكات. إضافة إلى ذلك بأن منظومة الفساد هي جزء لا يتجزأ من المنظومات العالمية التي تقودها وتتحكم فيها المواقف السياسية كما قلت قبل قليل. نعم. وبالتالي ما هو المخرج مرة أخرى؟ يعني هل يعني محاربة الانتهاكات والمحاولة للحد من هذه الانتهاكات يمر من خلال محاربة الفساد؟ إذن هو أساس هذه الانتهاكات الفساد، وإذا كان الفساد هو يعني يقوم عليه بمعنى السياسات الدولية والحكومات والدول، الفساد صار منتشرا في كل أنحاء العالم، وبالتالي يعني ليس هناك تصور معين ربما بمحاولة إنقاذ ما تبقى من حقوق الإنسان من خلال محاربة الفساد. نعم. أم ذاك كيف يعني؟ ما أنت هذا سؤال يعني في يعني الروعة وفي التشخيص، انتهاكات تبدأ من الفساد. هذه الدول، هذه الأنظمة تجد الانتهاكات أين؟ عندما تضع نظام ما، دولة ما، تجد أول وجود لهذه الانتهاكات قبلها فساد النظام، فساد الدولة. الفساد هو المؤدي إلى هذه الانتهاكات. تسبب هذه الأنظمة الفاسدة
إلى ضرب القيم الإنسانية، إلى انتهاكات حقوق الإنسان، إلى ما إلى ذلك. الآن الوضع السوري، الوضع اللبناني، الوضع العراقي، اقتصادياته فساد لهم صرفة على العراق منذ 2003 لحد الآن مليارات، أكثر من 100 مليار دولار على منظومة الكهرباء، تجد العراق لا يوجد فيه كهرباء. هذا انتهاك للحقوق الاقتصادية للشعب العراقي، هذا انتهاك. إذن ارتبط حسب سؤالك المولد الرئيسي هو الفساد لهذه الانتهاكات. علينا محاربة الفساد على المجتمع الدولي، محاربة الأنظمة الفاسدة لكي تتخلص من هذه الشبهة وإرجاع قيمة هذا الإعلان العالمي للواجهة. إذن يعني محاربة الفساد تعني التوجه، أو يعني التوجه إلى تأسيس ربما دولة القانون بمعنى. نعم، تأسيس دولة القانون مستقل وإلى آخر ما هنالك. نعم. لكن يعني برأيك هل هناك آلية فعلية تبدأ يعني من محاربة الفساد إلى وقف أو الحد من الانتهاكات لحقوق الإنسان؟ وهذه الآلية ستبدأ من الأسفل، من القاع الشعبي المجتمعي، أم من الأعلى من الدولة؟ وكيف إذا كانت السلطات غارقة في الفساد؟ يعني عملية معقدة، ألا تعتقد معي ذلك؟ نعم، عبر هذا السؤال. عملية معقدة. الخزينة العراقية أفرغت أكثر من 1,000 مليار دولار من سنة 2003 ولحد الآن. أين ذهبت؟ المجتمع الدولي، هذا الكنز الضخم، جبل من الأموال، أين ذهب؟ أين سرب؟ هذا سرب إلى الدول المجاورة، خصوصا المستفيد الأول اللي المحتل، ومن ضمنها إيران. هذا على المجتمع الدولي إذا كان يريد إقرار هذه القوانين لحقوق الإنسان ورفع هذه الانتهاكات، محاربة الأنظمة الفاسدة، ودعم الشعوب بتغيير وإقرار مصيرها. الشعوب مضطهدة، على المجتمع الدولي الوقوف مع هذه الشعوب في سبيل التغيير المنظومة. والفساد مرتبط ليس فقط ماليا، قضائيا. هذه السلطات وضعت منظومة فاسدة بكل الاتجاهات. تجد القضاء فاسد عندما يلتجئ الشعب أو المظلوم للقضاء، لربما يحكم للمجرم، يعطى الحق للمجرم فوق، والضحية هي اللي تجرم. وهذا ما يحدث، موجود في العراق الآن، وفي سوريا الآن، وفي اليمن الآن، وبقية أصقاع الأرض موجودة انتهاكات. في لا يوجد في أوروبا فيها انتهاكات حقوق إنسان؟ نعم يوجد، ولكن هناك منظمات دولية تصد هذه الانتهاكات، تعمل على هذه وتوقف الجشع السياسي، الانحراف السياسي. عن مقولة أحد المنظمات يقول: لولا وجود منظمات حقوق الإنسان لصاب الانحراف. النظام العالمي يعني الغربي الأوروبي يرجع إلى ما كان عليه من الانتهاكات السابقة. هذه المقولة الموجودة الحالية. يعني منبر مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ومن يعني منابر دولية أخرى، أي دولة وأي نظام يقدم إلى هذه المنصة تراه يقدم كلمات منمقة وشعارات براقة عن حقوق الإنسان وما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه وفق خطط وتقارير مزيفة. يعني وبالتالي يعني خلينا نأخذ المشهد العربي في هذا الاتجاه. يعني نعم، الكل يطبل ويجمر بأنه الـ يعني البطل العالمي في 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 حقوق الإنسان، الكل بدون استثناء. يعني خذ تركيا مثلا، أين استقلال القضاء في تركيا؟ وأين استقلال القضاء في الدول العربية وفي مجمل الشرق الأوسط؟ والجميع يأتي بخطب يعني رنانة لا تنسجم مع الواقع. يعني كيف هذه الازدواجية؟ كيف ممكن فك هذه العقدة؟ هذه يتحملها أولا وضع العراق، يتحمل المجتمع الدولي
ما قال عليه المجتمع الدولي. أما تركيا وبقية الدول تجد أكو تطبيق لحقوق الإنسان في الدول العربية، يوجد يوجد في دول العربية شعوب مرفهة موجودة، ليس مثل حالنا. يعني أنت تجد الإمارات، الشعب الإماراتي تقيسة مثل ما موجود ما ينال الشعب العراقي أو السوري، ما هذا يعني لو طابقت الموازنة بيناتهم تجد الإماراتي أو نقول السعودي أو القطري يختلف يختلف أيضا وجود قضاء، وجود منظومة سياسية، يختلف يختلف الوضع. ولكن عندما نتكلم نتكلم عن الدول المنتهكة، الدول التي فيها الأنظمة الفاسدة. قلت طبعا نحن لا نضع كل الدول العربية، نعم، في سلة واحدة. لا لا، الدول موجودة، هناك فوارق، هناك يوجد يعني فوارق كثيرة وقوية. ولكن ونحن من هنا من منبركم نطالب الدول العربية المطبق فيها حقوق الإنسان تنظر لهذه الشكل الشعوب، العراق، شمال سوريا، شمال العراق، جنوب العراق، وسط العراق، الأحواز، كل هذه الشعوب التي تنتهك حقوقها يجب على هذه الدول الوقوف معها. ونبقى ونقول انتهاكات حقوق الإنسان هو أصله فساد الأنظمة الموجودة في تلك الدول المنتهك حقوق شعوبها. إذن يمكن أن يقال بأن تجربة رائدة نسبيا في مجال حقوق الإنسان لدولة عربية في المنطقة ممكن أن تدول هذه التجربة وأن يعني تعمم إلى حد ما في بقية الدول العربية أملا بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية ككل. لكن في مايو أيار الماضي تم إطلاق ما يسمى بالمجلس أو التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان في الدوحة بقطر في اتجاه إطلاق منصة دولية لحقوق الإنسان في العام القادم 2023. كيف تقرأ هذه المبادرة فيما إذا أخذنا بنفس الوقت بعين الاعتبار تقارير، زخم من التقارير التي ترصد انتهاكات حقوق الإنسان في قطر، وهي التي تقود أو ستقود مبادرة منصة عالمية لحقوق الإنسان؟ تفضل. نعم، نحن مع كل مبادرة ومع كل تجربة لحقوق الإنسان رائدة أن تعمم مع في المنطقة معها، ويجب تطويرها. وعلى الدولة التي تكون رائدة في هذا المجال وإطلاق هذه المنصة أن تراعي جميع حقوق الإنسان في داخلها لكي تكون حقيقة رائدة للشعوب العربية في تطوير هذا القانون الدولي وترسيخه عند هذه الشعوب. سيدي، الشعوب العربية عندما يسأل أي فرد من الشعوب العربية قاطبة أو العالمية تجد أن الفرد عندما تقول له ماذا تحفظ من حقوقك كحقوق إنسان من الإعلان العالمي، هذا مثبت على منصة الأمم المتحدة، يقول 93% من العالم، من نفوس العالم لا يحفظ 5 من الحقوق له في قضية الإعلان العالمي، لا يعرف حقوقه 5 من الحقوق من الإعلام العالمي. هذا مثبت موجود، إذا دخلت إلى منصة الأمم المتحدة هذا موجود مثبت. فكيف بالشعوب العربية أو الرائدة؟ نطلب من هذه الدول الرائدة في تطبيق، نقول في المجتمع العربي وليس الدولي، لأن ما تصل في تطبيق الحقوق الإنسان إلى الدول الأوروبية أو الدول الأخرى. نقول لهذه الدول ساندوا الدول الأخرى من الدول العربية في تقويم حقوق الإنسان، تكلموا مع الأنظمة، ناشدوا تلك الأنظمة في كي إزالة هذه الانتهاكات والالتفات إلى شعوبها. يعني هنا أنت تتحدث عن بمعنى مبادرات دولية، نعم، من الدول العربية نفسها أو غير العربية في، نعم، المنطقة أو في العالم، يعني. نعم. لكن إذا تحدثنا عن المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان وهي منظمات دولية ومحلية أيضا، وهناك منظمات حكومية وغير حكومية، تعرف هناك العديد من أشكال هذه المنظمات التي تعنى بمسائل حقوق الإنسان. لكن السؤال هو وفق المعطيات ووفق التقارير
هل هذه المنظمات باسم حقوق الإنسان تتاجر بحقوق الإنسان؟ وهل هذه المنظمات تكسب موارد مالية ضخمة من وراء عنوان حقوق الإنسان؟ سؤال. نعم، يوجد منظمات تتاجر في قضايا حقوق الإنسان. ستقول لي كيف يعني منظمات حقوق الإنسان أو المجتمع المدني؟ دائما المثل كعراقي أضرب في العراق، يوجد منظمات كثيرة في العراق ولكن أنشأت الأحزاب بمسمى آخر أنشأت الأحزاب المتسلطة في العراق. هذه المنظمات ما لها صلة في قضايا حقوق الإنسان، هو العنوان يقرأ حقوق الإنسان، ولكن هذه للمتاجرة في قضايا يعني تغطي على هذه الموارد المالية. بعض الأحيان منظمات تستلم من الدعم الدولي، ولكن هذه الأموال ترجع إلى جيب الأحزاب. هذا اللي موجود. يوجد منظمات كثيرة فتحت، هي أساسا هي تلمع وتلمع صور الأحزاب، ولكن تجد عندما تسأله يقول أنا مستقل، ليس لي علاقة بالأحزاب، ليس لي علاقة بالنظام، ليس لي علاقة بالدولة. ولكن عندما تبحث في هذه عن هذه المنظمات تجد أنها أسست من تلك الأحزاب المنتهكة لحقوق الإنسان. إذن تذهب موارد كبيرة وكثيرة بهذا السياق، يعني ليس في العراق وإنما نتحدث عن بصورة عامة. بصورة عامة أوروبا لا، سؤال وجواب. هنا مراقبة حثيثة نهائية، يعني كذا منظمة تجد أن القانون والمحكمة البلجيكية والمسائلة، وكل سنة يحاسبك على الشاردة والواردة. لكن حتى في أوروبا تستفيد هذه المنظمات من الموارد المالية والدعم الحكومي وغير الحكومي. نعم تستفيد، ولكن هنا عليه أن يقدم أعماله بصورة حقيقية. بصورة حقيقية مراقب. وإن لا نقول 100%، إذا قلنا 100% إذن أصبح العالم جنة، يعني هذا خيالي نقول عليه. صح، ولكن نحن نقول في المنظمات في المجتمع في الشرق الأوسط غالبا، ليس فقط بالدول العربية، تجد أنها هي تسويق وتسويق. طيب. يعني هذه المنظمات التي تقود ملفات حقوق الإنسان، برأيك في ظل ما تلقاه من إغراءات مالية ومادية، يعني هناك تجارب وشواهد كثيرة بأن الكثير من المنظمات تبيع ضميرها لمن يدفع أكثر. يوجد، وبالتالي يعني تدفع بحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في هذا المكان أو ذاك، في هذا البلد أو ذاك، بطريقة تخدم أجندة الممول بمعنى يعني. وبالتالي هنا تفقد الأخلاقية، يعني هناك نحن أمام فقدان الأخلاقية في هذا العمل الإنساني. نعم، إذا خضعت للتمويل من جهات هذا فقدت الأخلاقية نهائيا، وتعتبر ليس منظمة عاملة لحقوق الإنسان. نعم. عندما أقول لك يوجد، لماذا لربما المشاهد يقول لماذا لا تبوح بالأسماء؟ لا، احنا هذا المعيار اللي موجود من هذه الانتهاكات، من هذه الأموال اللي صرفت لهذه المنظمات العاملة مثلا في العراق في سوريا، لا تجد الأثر إلها في أرض الواقع. عندما توزع إعانات لا تجد، يعني تقبض آلاف الدولارات لنفرض في توزيع إعانات، تجد هذه الإعانات ما لها أثر بسيط في الأرض الواقع في العراق أو سوريا، ولكن أكو منظمات شبابية عاملة على عاتقها هي تعمل تجد لها الأثر الموجود في الشارع العراقي أو الشارع السوري أو في بقية البلدان. ولكن نحن نقول هنا يوجد منظمات كبرى هي تقبض ولا تعمل، وإنما الموارد تصادر. لكن بشكل عام يعني مصداقية كل المنظمات، يعني إن لم نعمم 100%، مصداقية هذه المنظمات هي على المحك، وبالتالي هل هذه المنظمات فعلا هي بمثابة سكين ذي حدين، بمعنى أنها ممكن أن تنصف في قضية ما، ولكنها ممكن أن تغش وتماطل وتضلل في قضية أخرى متعلقة بحقوق الإنسان؟
نحن لا نقول كل المنظمات، يوجد منظمات على هذه القضايا السياسية الموجودة في المنطقة. أنا أتكلم عن الوضع في العراق وسوريا واليمن ولبنان، أنا أتكلم عن هذه البقعة. هذه المنظمات، ليس كل المنظمات تعمل، لا نقول بالعمومية، يوجد منظمات، ولكن يوجد بقصادها منظمات تعمل وناشطين بحقوق الإنسان يعملون بجد من أجل هذا التوثيق والعمل على رفع انتهاكات حقوق الإنسان، يوجد وبكثرة موجودة ويعمل، وهناك من خسر حياته من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان. يعني هناك منظمات نزيهة، لكن يوجد هناك أيضا منظمات أو على قائمة طبيعية جدا. نعم يعني أكو، يوجد بيضاء وسوداء تماما، قائمتين، وبعض هذه المنظمات ربما تستخدمها بعض الدول كأدرع للتدخل في شؤون دول أخرى كمان. نعم. هذه حقيقة، هذه حقيقة واقعة. يعني مثلا إيران تنشئ لها منظمة دفاع حقوق الإنسان أو شيء آخر ثقافي، وهو التثقيف لفكرها المتطرف، وأصبحت طيب. نحن هنا نتحدث عن سوق حقوق الإنسان. تقرير صدر بداية العام الجاري يقول أن سوق حقوق الإنسان هو في حالة نمو مضطرد. نعم. في السنوات الأخيرة، خاصة بعد إجراءات حظر كورونا التي أغلقت العالم وعطلت عمل هذه المنظمات. ويقدر هذا التقرير بأن سوق حقوق الإنسان سينمو من 16 مليار، أكثر من 16 مليار دولار، إلى أكثر من 17 مليار دولار خلال هذا العام، مع توقعات أخرى يريدها التقرير بأن سوق نمو حقوق الإنسان سيرتفع إلى 20 مليار دولار بحلول العام 2026. إذن هذه سوق مزدهرة بمعنى، وهناك من يستفيد وهناك من يتاجر، والضحية هو الإنسان في أي كان. شو رأيك؟ في أوروبا عندما انتشر كوفيد في الإغلاق، هناك تكلمت منظمات عن انتهاكات بسبب هذا الوضع، والحروب المشتعلة في المنطقة وفي أي بقعة، هذه تولد إلى سوق كبيرة من الانتهاكات، أو لربما تكلف المجتمع الدولي إلى صرف ملايين من الدولارات في سبيل مثلا المجاعة، انتهاك حقوق الإنسان بسبب الحروب، بسبب النزوح، وهذا أيضا من جهة، من شقين، يكلف المجتمع الدولي في مكافحة هذه القضية، والأخرى يصعد الانتهاكات إلى رقم عالي جدا بوجود حروب وكان إغلاق كورونا أدى أيضا لهذه الأسباب. شكرا جزيلا لك لكل هذه الآراء والتوضيحات. المستشار محمد الشمري، رئيس المجلس الأوروبي العربي لتعدد الثقافات، شكرا جزيلا، كنت ضيفي على هذه الحلقة. شكرا لكم، شكرا لقناة اليوم على هذه الاستضافة، وشكرا على هذا العمل الرائع، ونقول إن شاء الله تكونون في صدارة الإعلام النزيه الذي يرسل الرسائل الإعلامية النزيهة والمهنية للعالم. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام، الشكر الموصول على كرم المتابعة. إلى اللقاء.